مرحبا وأهلا وسهلا فيكم في سهرة رمضانية جديدة. كما وعدناكم كل ليلة الساعة 10 مساء بنكون معكم في حاجة جديدة وغريبة وحلوة وعجيبة، حاجات بتخلينا نجتمع إحنا كعرب على رمضان الحلو اللي بجمعنا دائما. اليوم أنا وأخي وصديقي وعزيزي الأستاذ محمد التميمي حنكون هوست لإخوة من بلاد النيل، من بلاد النيل، نعم، من مصر والسودان. سنتكلم عن العادات الرمضانية للمجتمعات العربية في مصر والسودان اللي بدنا نسميها بلاد النيل اليوم. أنا نعم، محضر شوية شاي وشوية راحات حلقوم، وطبعا راحات حلقوم لازم تتاكل مع البسكوت، يعني أنا ما بعرف، هذه عندنا عادة، هذا لازم. عادة رمضانية. إنه حنحكي عن عادات الرمضانية تبعت مصر والشام. إذا بتحب تقدم الضيوف أستاذ محمد. طبعا بدي أرحب بالضيوف، يظهروا معنا بعد قليل تباعا. وطبعا اليوم عادات الرمضانية من مصر والسودان، وإحنا مصرين إنه نحاول استضافة كل ثقافة من ثقافاتنا العربية من مختلف بلادنا العربية حتى نتعرف عليها ونتعرف على بعض. حقيقة في كثير من الدول العربية ربما لا نعلم عنها إلا القليل، فمحتاجين نعرف عاداتها وتقاليدها في رمضان وكيف يحتفلوا بهذا الشهر الكريم. هذا اليوم اللي هو يوم الأحد مخصص لهذه الغاية حتى نتعرف على عاداتنا. كان الأسبوع اللي فات معنا بلاد الشام، واليوم مصر والسودان، وبعد ذلك ستكون المغرب العربي، وبعده الخليج العربي والعراق وهكذا. فنرحب بإخوتنا ونبدأ باستضافتهم تباعا. معنا أخونا حسام يوسف، أهلا وسهلا فيك، من مصر، جمهورية مصر العربية. معنا الأخت آمال هارون، آمال من السودان الشقيق. ومعنا الكابتن أحمد باسيوني أيضا من مصر العربية، أهلا وسهلا فيكم. حاطي دقيقة لكل واحد أو دقيقتين وقت لكم، الجمهور معكم، عرفوا عن حالكم. الأخ يوسف، أهلا وسهلا، السلام عليكم. أنا حسام يوسف، مهاجر مصري في موريال، كندا، من 8 سنين تقريبا. مستمتع بالإقامة في كندا والحياة في كندا، لكن ما نقدرش ننسى جذورنا المصرية والعربية، وهتشرف بالحضور والكلام معاكم النهاردة، وربنا يكرم ونكون دمنا خفيف على قلوبكم وما يكونش دمنا تقيل يعني. شكرا لكم. أهلا وسهلا أستاذ أمال. أهلا وسهلا حسام. أهلا، السلام عليكم. معكم أمال هارون من تورونتو. أنا حقيقة في جيت كندا من 8 سنوات تقريبا أيضا، فمتواجد في كندا وبحب كندا جدا. يعني كانت رغبتي للهجرة لكندا من البداية، من سنين طويلة. أنا أصلا من أم درمان. أم درمان هي مدينة في تابع للخرطوم، لولاية الخرطوم، والخرطوم هي تعتبر العاصمة للسودان ويسموها العاصمة المثلثة. والعاصمة المثلثة هي 3 مدن، ومن ضمنها أم درمان، وإن شاء الله خلال الحديث هأكلمكم عنها أيضا، عن أم درمان وعن العادات الرمضانية في السودان كمان. أهلا وسهلا فيك أهلا كابتن وسهلا أحمد. اهلا وسهلا بيكم، السلام عليكم ورحمه الله. اهلا بيكم جميعا الضيوف الاعزاء، استاذ محمد التميمي ودكتور محمد جمال الشريف، سعيد بوجودي معاكم، وتحيه لجمهوركم العزيز، وكل سنه ودايما بخير، ورمضان يهل علينا بخير، ودايما يكون الخير دايما معانا ويحفظ الجميع من كل شر. احمد بسيوني، مصري مقيم في كندا، مهاجر. انا بطلت اعد بس تقريبا بقى 14 سنه دلوقتي، يعني ما بين كندا وامريكا رقم كويس يعني. كويس من 14
والغريبه برضو، الغريبه برضو المصادفه الغريبه ان انا برضو اول ما بدات مرحله السفر او ان انا اعيش بره مصر كان في رمضان 2016. فدايما رمضان ده بيجي عليا بيفكرني بال انيفرساري الحاجات الحلوه كلها يعني. الحاجات الحلوه كلها يعني. ان شاء الله تستمتعوا معانا ونحاول ننقل لكم او نرجع بالذاكره يعني، او نحاول ننقل شكل رمضان في مصر عامل ازاي وفي دوله السودان. اهلا وسهلا، اهلا وسهلا في الجميع. طيب نستهل نقاشنا وكلامنا الحلو الجميل المعسول اللطيف الرائع بالحديث عن دخلة رمضان. يعني نبدأ من البداية، من أول ما نشغل ونتحرك دخلة رمضان. اليوم أعلنوا إنه هذا اليوم هو اليوم أو ليلة رمضان، تبين رؤية الهلال وغدا سيكون اليوم الأول من رمضان. فكيف بتبدأ الناس تحضر تتصرف تعمل في مصر والسودان؟ نبدأ طبعا بالنساء، نبدأ بالأخت أمال، تحدث عن السودان، كيف يبدأ السودان استقباله للشهر الكريم؟ أوكي، بالنسبة لرمضان، إحنا رمضان دائما بنستهله قبل رمضان بشهر أو شهرين، لأنه في تجهيزات كثيرة جدا لرمضان بتبدأ، وفي أشياء وروائح معينة في كل الأحياء بتكون مميزة، لأنه في تجهيزات لمشروب معين في رمضان، فبتلاقي الناس متهيئة، فكل ما تمر من حارة بتشم رائحة معينة لمشروب إحنا بنسميه حلو ومر. وهو حلو ومر، وهو مشروب يعني اكتشف بالصدفة في 1833 من سيدة يقال يعني إنها هي كان عندها كيس من الذرة السمراء واتكبت عليه ماء فأصبح اتزرع، فصار طلع ينبت، فطحنته وحطت عليه بعض البهارات وخبزته وعملت منه مشروب، ومن هناك بدأت هذه العادة في السودان خاطبة بيستخدمه، حتى الناس اللي بيكونوا خارج السودان بيطلبوا إنه يوصل لهم. فهو مشروب مميز وله رائحة مميزة، لأنه قبل ما يوصل رمضان الناس بتمر في الأحياء لأنه بيخبزوا مع بعض النساء، ممكن في الحارة يتلموا كذا بيت ويخبزوا الأبري اللي هم بيسموه الأبري، فبيخبزوا بيتحط في يعني شكل بتبل في الماء وبتنقع لفترة معينة وبيطلع منه مشروب جميل جدا. فالناس بيتهيئوا من هذه الرائحة لرمضان، ولما يوصل رمضان بيكونوا مهيئين وبيبتدوا الناس بيكونوا فرحانين جدا ومبسوطين لوصول رمضان، لأنه بيحبوا أنه يلتقوا وفرصة للكل عشان يتلاقى حتى مع الناس اللي ما بيعرفهم، يعني مش بالضرورة فقط الناس اللي أنت بتعرفهم من جيرانك وأهلك. فبتلاقي الرجال أول يوم في رمضان فرشوا حصائر طويلة جدا بطول 4-5-6 بيوت مع بعض، وبيطلعوا الأكل برا وبينتظروا كل من يمر بالشارع في فترة الفطار ويجلس ويفطر معاهم ويصلوا. حنحكي عن الإفطار، بس أنا أول مرة أسمع في هذا حلو مر. هل فعلا هو طعمه حلو ومر ولا بس الاسم؟ لأنه الذرة السمنة لما تنطحن وتدعم العجين بتضاف لها بهارات من بين الزنجبيل وشيء اسمه القرنجال، فلما يتنقع بيتضاف له السكر، ففيه لسعة من المرارة قليلة يعني، فهي دي اللي بتعطيه حلاوة ومرارة في نفس الوقت. وهو طب أمان أنت بتسويه هنا في كندا ولا لا؟ للأسف صعب، ما بقدر، لأن أنا بيجيني جاهز يعني بوصل جاهز. أيوة. جاهز هو بيجي زي كأنه الرقاق، كأنه رقاق بتجي طبقات مطبقة بتحطه في الماء، أول ما ينشف بتصفيه على الماء بتضيف له سكر وبتشربه، فهو مفيد جدا، في فوائد صحية كبيرة، وبعدين ما بيخلي الناس تحس بالعطش لأنه في السودان الجو حار، فبالتالي نعم. ما يشربوا الحلمور بيساعد على أنه ما يخلي الشخص يكون عطشان. طيب تزيين السكر. طيب تزيين الأماكن، تزيين الحارات، تزيين
دخول المساجد، تزيين المساجد، بتتزين بنفس اللي بنشوفه نحن. يمكن في فترة قليلة دخلت أكثر شيء الفوانيس. في البداية كانت الهلال، وعندنا الشرائط الملونة أو بتكون مكتوب رمضان. عندنا أواني خاصة في البيت، ما معي للأسف الصورة، كانت عندي في الواتساب. الأواني دي معمولة ومكتوب عليها رمضان كريم. نعم. هي نفسها مكتوب عليها الشهر رمضان، فما بتستخدم في الأيام العادية، بتطلع فقط في رمضان، في شهر رمضان، في شهر رمضان. أنا ليا تعليق صغير لو يمكن. تفضل. طبعا هنا من القصة دي أنا أول مرة أسمعها، وأنا بحب وبحترم جدا الشعب السوداني، بس هو نقدر نشوف حاجة صغيرة، تفصيلة صغيرة في طريقة تفكير المرأة السودانية والمرأة العربية عموما. مفيش حاجة تترمي. يعني القصة بدأت إنه الدورة وقعت منها على الأرض تقريبا، فما حبتش إنها تتخلص منها، وفي الآخر ابتكرت طريقة إنها تعمل منها أكلة جديدة. يعني مفيش حاجة تترمي عندنا في المرأة العربية في طريقة تفكيرنا. يعني أنا لاحظت ده، ودي حاجة بتبين دايما المرأة العربية دي اقتصادية، ودي ممكن تعمل حاجات كتير، حلول من حاجات كانت مفروض عادة يعني لو واحدة تانية كانت هترميها. يعني فالمرأة العربية دايما مدبرة ودايما بتلجأ لحلول كويسة في إدارة بيتها. يعني طبعا حسام بيحكي هيك يا جماعة، اللي بيعرفش حسام من أنصار المرأة بشدة، من مناصري المرأة بشدة. ولو تروح على الصفحة تبعه، إذا بتدخل على الصفحة تبعه بتشوف هذا الكلام بشكل يعني مكشوف على الآخر. يعني مفتخر والله. يعني أنا بنصح كل واحد حاب إنه يكون في علاقة أسرية عنده في البيت قوية جدا، إنه يتابع صفحة حسام، يزور حسام يزور حسام ويتابع صفحته. ونبدأ أنا بحب حسام يتحدث لنا، نبدأ بحسام يتحدث لنا عن مصر واستقبال الشهر الكريم. هو بس عشان ما يحصلش لبس، أنا بحب الهزار والضحك على المرأة العربية، على الرجل العربي، لأنه دايما الضحك والتناول أمور بشكل خفيف ولطيف وكوميدي بيخلي النقاش سهل. إحنا كشخصية عربية عموما لا نتقبل النقد، فممكن نبدأ نناقش حاجة لما نضحك ونهزر بأسلوب خفيف أو لطيف، ده قصدي يعني. لكن المرأة العربية هي أختي وهي زوجتي وهي كانت أمي الله يرحمها، فما نقدرش نقول حاجة. إحنا بنسميها عندنا في مصر الحكومة. عندنا الواحد يتكلم عن مراته يقول الحكومة، هي الحكومة الحقيقية. لا، عن بات برا الشارع يا بيه، احنا هنا في كندا، دي بلدهم اصلا. يعني كندا بلد الستات وبلد الاطفال وبلد الحيوانات. فاي راجل عايش في كندا امله هو مش هيبقى ست ومش هيبقى طفل ومش هيبقى كلب، هو امله يبقى مسن او سينيور، جايز ياخد بعض الانتقالات. يعني انا لا، البلد بتاعتهم طبعا يعني. طب اتفضل احكي لنا عن دخلة رمضان. حاضر. انا بالنسبه لي يعني كواحد من الطبقه المتوسطه، اغلب الاغلبيه في مصر، والدي ووالدتي الاثنين موظفين، لما يبدا خلاص هيبان هلال رمضان لازم الطلبات تتجاب، امي الله يرحمها لازم تكتب في الورقه الطلبات، وتبدا المفاوضات العنيفه ولحظات ذات شجون. لازم نجيب القطايف والكنافه، ممكن نجيب واحده ما نجيبش الاثنين، الشهر طويل، الميزانيات، الأسر المتوسطة كلها يعني. وفي الآخر طبعا كلام أمي اللي بيمشي طبعا وبتنتصر في الآخر يعني. وزارة الداخلية. الحكومة كلها. الحكومة كلها يعني. هو بس أنا حابب أقول حاجة صغيرة بالنسبة لدخلة رمضان. كان عندنا في مصر مشكلة زمان، نمشي بالتقويم أو الطريقة الفلكية ولا الناس تطلع تشوف الهلال. الفلكي ده قريب، لكن قبل كده كانت الناس بتستطلع الهلال من أماكن كتيرة في مصر، في مرسى مطروح في الغرب وفي الغردقة وفي أماكن كتير، وكان من ضمنهم أسوان عشان مدينة عالية فوق سطح البحر. كان في مسجد معين مشهور في أسوان كان هو اللي بتشاف منه الرؤية. طبعا لما بتثبت الرؤية احنا كمصريين لازم نتحرك بعد القطر ما يطلع من المحطة. يعني الأستاذة أمال بتقول شهرين قبل رمضان، لا، احنا عندنا في مصر بنبدأ نجهز لما يقول الرؤية، لما يقول الرؤية نبدأ نجهز ونتحرك. حتى المسلسلات عندنا بتاعت رمضان يكون معمولها حلقة أو حلقتين، وهما بيصوروا أثناء الشهر الحلقات اللي هي بتتعرض أول بأول. فإحنا دايما بنتحرك بسرعة يعني، دايما رمضان بيجينا فجأة يعني. كمان رمضان مختلف شوية، بعض الاختلافات كل مدينة أو كل منطقة أخرى، بعض الاختلافات. يعني مثلا في مدينة في شمال شرق مصر اسمها بورسعيد، ما ينفعش رمضان يجي من غير
الفطار اول يوم ما يكون بطه. الفطار بورسعيد. بورسعيد. لو ما فيش بطه. انت مش من بورسعيد؟ لا يا فندم مش من بورسعيد بس بحبها جدا يعني. لو الفطار ما فيهوش بطه يبقى ده مش رمضان، يبقى احنا لسه في شعبان في جماده، بس ده مش رمضان. اول يوم رمضان لازم بطه، لازم لازم، والا ما يبقاش يعني. حسام احنا 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 صوم لرؤيته يعني لرؤيه القطايف، مش كده برضه؟ وبورسعيد صوم لرؤيته يعني لرؤيه البطه. البطه اساسي يعني. برضه في بعض الاختلافات، الدلتا شمال مصر بنقول الفلاحين وبين الصعيد بتلاقي فيها مظاهر احتفاليه اكتر شويه من القاهره واسكندريه والمدن الكبيره، بتلاقي فيها البر، بتلاقي فيها الاحسان اكتر، بتلاقي في موائد رحمان موجوده في القاهره واسكندريه، بس الخير بيبقى اكتر في الاقاليم، الناس بتنزع اكتر للتمسك بالماضي شويه عن بقيه مدن مصر يعني. وهسيب الميكروفون شويه عشان صديقي احمد يتكلم عن مصر برضو يعني. شكرا يا حسام. وطبعا حسام يعني انا مثلا واحد من الناس كنت لفتره طويله بعتقد ان هم كذا مسجد في مصر هم اللي بيشوفوا الرؤيه او الاماكن بتشوف الرؤيه. موضوع السودان ده جديد، والنقطه اللي قالتها استاذه امال بموضوع حلو ومر ده عن الاخوه السودانيين برضو بالنسبه لي جديده. ولكن انا يمكن دايما رمضان مرتبط معايا في الطفوله او في مرحله الشباب دايما بالليله او الليلتين اللي قبل رمضان. طبعا طبيعه الاشياء او طبيعه الحياه اللي انا عشتها في القاهره كانت ان احنا من حي متوسط، فدايما ده مربوط بالزحمه وانطلاق الناس في تزيين الشوارع، ولكن مش بشكل منظم، بالجهود الذاتيه يعني. كل شارع او كل شارع صغير بيبتدي ان هو يتجمع الشباب ويبداوا ان هم يزينوا الشارع بتاعهم لدخول رمضان بالاشياء المتاحه ليهم. حتى كان في اوقات كانوا بيجيبوا الورق القديم ويقصقصوه ويزينوا بيه، مش لازم يبقى ورق ملون يعني. وبعدين بعد كده اما السن كبر شويه ودخلنا مرحله اللي هي المدرسه الثانوي يعني او الاعدادي او كده، وبرده مرحله الجامعه، كان دايما التركيز على ان احنا عايزين ننور الشارع. يعني التزيين ده مش مشكله، نزين مش نزين، المهم ننور الشارع. ليه؟ عشان في كوره بالليل يعني، المهم الكوره بتاعت الفجر. ودي برده مظهر مهم جدا من مظاهر دايما موجوده في مصر، لعب الكوره في رمضان بالذات قبل الفطار وبعد الفطار، اللي هو المرحله اللي هي من منتصف الليل مثلا او من الساعه 1 لحد اذان الفجر. ودورات رمضانيه ومنافسه بين الـ الشوارع والاصدقاء والكلام ده كله، فدي مهمه مقدسه، لعب الكوره وفرق الكوره. مظهر ثاني مهم، وطبعا ده ما كانش بيظهر غير في يعني دايما في رمضان، المحلات بتاعت الحلويات. طبعا هو طول السنه هو عنده كنافه وبيبيع كنافه وحاجه جميله جدا، ولكن في وقت رمضان بالذات تلاقي تنتشر النصبات، بيتبني نصبه كده بالطوب لعمل الكنافه بشكل بلدي شويه، من غير الات ومن غير معدات، دي هتلاقيها منتشره وتلاقي الناس واقفه عليها بطوابير ان احنا هنشتري كنافه. برضو من الحاجات المميزة دايما الأماكن بتاعة بيع الفوانيس، لأنها ما كانتش أماكن دائمة وبطبيعة الحال لأن هي مش سلعة مطلوبة طول السنة، ولكن الأماكن بتاعة بيعها طول ما أنت ماشي كانت تبقى موجودة. وأهم مظهر كان في ليلة بقى الرؤية، طبعا هو بص هو رمضان جاي مصر، شافوا الرؤية ما شافوش الرؤية هو يوم كذا، فالناس مستعدة متأهبة يعني. لو المفتي الجمهورية بيطلع يتكلم يقول والله كل سنة طيبين يا جماعة، رمضان بكرة احنا جاهزين يعني، بص انت موجود اوكي كتر خيرك بس احنا جاهزين. فليلة رمضان دي بالذات من بعد ما بيقول ان رمضان بكرة لحد الفجر، انت ممكن يعني بص تحس ان مصر دي ناموا الصبح وصحيوا بالليل لحد بقى اذان الفجر، زحمة في كل مكان، الناس اللي بتتسحر، الناس اللي خارجة، حتى يعني احنا دايما عندنا مظاهر ان احنا غير الفطار مع بعض، لا احنا هنتسحر مع بعض، تلاقي عائلات كده خارجة الفجر رايحة تتسحر مع بعض. في الشوارع في رمضان دايما في مصر زحام وحركة جامدة جدا، زحمة يا دنيا زحمة. الاكل انا ما اعتقدش ان في حاجة بره الاكل في مصر، هنحكي على الاكل، غير النقطة دي. هنحكي على الاكل. أنا بتذكر في رمضان كانوا ما بعرف يا حلو يا حلو رمضان كريم يا حلو، اللي هو
دي قديمه، الفانوس. بس دي قديمه دي شويه يا محمد، يعني مش هتلاقيها كتير من الناس عاشتها الا اللي عاش في مناطق معينه او عاش اللي هو طفوله الفانوس الصفيح بتاع زمان ده. يعني ده برضو هتلاقي ناس مش كتير دلوقتي او ناس كتيره بس سنهم كبر، يعني اللي هو الفانوس الصفيح ينزل يلعب بيه بعد الفطار مع اصدقائه في الحي اللي عايش فيه او في العماره او كده. وطبعا الكلام ده عادات فاطميه قديمه، يعني من الدوله الفاطميه هي اللي اسست فكره الفانوس عندكم والافكار. عندكم فكره عن الاغنيه هذه ايش معناها وشو اسبابها؟ والله انا شخصيا لا. السبب تاريخي فيما اعتقد انه في بدايه دخول الفاطميين مصر خرجوا المصريين لاستقبال حد من قارة الدولة الفاطمية قبل الخليفة ما يدخل يعني. واحنا طبعا احنا اي حاكم يجي احنا معاه على طول، يعني زي ما بيقولوا المصري اللي اتجوز امي اقول له يا عمي على طول. انت مصر يا حسام تودينا في حته معينه. انا ايش حكيت الفوضى ده؟ الفاطميين احسن ناس والله، يعني احنا نقدر الفاطميين اجدع ناس. خرجوا لاستقبال القائد الفاطمي والخليفه كان معاه بالفوانيس، وكانت مصادفة دخولهم في بداية أو غرة رمضان أو ليلة رمضان. أعتقد أن كان ده سبب تاريخي يعني. وحلو يمكن معناها أتو يعني، صح؟ حلو الحقيقة أنا مش عارف معناها ومش بحب أكتي أو أهدد يعني باللغة دي. أنا مرة سمعت معنى الكلمات تبعها بس للأسف نسيتهم، لأنه كأنه إلهم الكلمات هذه مش كلمات مصرية أصلاً، هي دخيلة على مصر لكن ظلت موجودة عند المصريين باستخدامها. الحقيقة أنه أنا مش عارف معناها، والعامية المصرية مليئة بكلمات من كل لغات العالم. فمتقرش يعني إحنا جلاكة مصرية بنتكلم كلمات في النص أصلها فرنسي وإيطالي وإنجليزي وفارسي ولغات كتير، فما أقدرش أجزم هي معناها إيه. محبش أفتي أو أهبد يعني. أوكي. ممتاز. أنا في عندي نقطة حابب أركز عليها وأحكي عنها. إحنا طبعاً في هذه القناة هي قناة لكل العرب، ونركز على هذا الشيء، عشان هيك إحنا عم نستضيف ناس من كل الدول العربية يحكوا عن عاداتهم وتقاليدهم في خلال هذا الشهر الكريم، ورح تظلها مفتوحة لكل العرب. بذكر إنه الساعة 7:30 عندنا نقل للأذان بتوقيت مدينة أوتوا، لكن إحنا الأذان اللي بنسويه بطريقة مختلفة شوية، عم بنحاول نجيب كل فترة أذان من دولة. يعني أول شيء جبنا من المدينة المنورة، الآن إحنا عم بنبث من الجامع الأموي في دمشق، لأنه طريقة الأذان عندهم تختلف شوية. الأسبوع القادم راح يكون عندنا عن مصر، أذان من مصر، بعديها قد يكون من المغرب، قد يكون من عمان. فأي حدا عنده أفكار، عنده ناس مؤذنين مشهورين بيحب إنه يعطينا يوم، حتى قارئي قرآن رح يكون عندنا برضو من عدة دول. فأهلا وسهلا فيكم. أحمد غربة بسلم عليك يا بسيوني. أو أحمد غربة بورسعيد هو يقول لنا على موضوع البطة ده. بورسعيدي والبطة أهم حاجة البطة يقول. طيب أنا عندي سؤال الآن عن الأكل، يعني إحنا بدنا ندخل في الأكل. الأكل مهم جدا، ويمكن هو من أهم الشغلات اللي بتجمعنا في رمضان، اللي هو سفرة الإفطار وسفرة السحور. فالأستاذ أمال احكي لنا، بالسودان إيش أشهر الأكلات اللي بتاكلوها في رمضان؟ الحلويات، السحور، يعني بشكل عام الأكل. أوكي، أنا بس حبيت أقول كمان ملاحظة صغيرة على الحلومر. ليه بيكون قبل شهر أو شهرين؟ لأنه لازم الذرة تتنبت وتنشف، والفترة عشان تنشف بتقعد فترة طويلة لحد ما تنشف، وبعدين يتم طحنها ويتعمل منها الشراب. في شراب تاني برضو اسمه الأبريل أبيض، هو نفس الذرة هاي بس الذرة البيضاء، وبتعمل على شكل رقائق، وبتحط برضو بتعمل منه عصير بالإضافة للكركديه، وهو معروف يعني زهرة معروفة بتتنقع. وعندنا شجرة تانية اسمها التبلدي، وهي فيها
حبوب صغيرة بتطلع اسمها جونجوليز، فده بيتعمل منها، دي عصائر رئيسية جدا وضرورية في رمضان، فما بيستغنوا عنها في السودان أبدا، يعني كل المدن في السودان بتستخدمها. بالإضافة لعندهم الأكلة اللي هي بتتعمل عصيدة، هي برضو بتعمل من الذرة ومعها طبيخ إحنا بنسميه ملاح، وهو طبيخ بنسميه تقلية، وهي عبارة عن بامية مجففة بتتعامل مع اللحمة المفرومة والأشياء دي، فده طبق رئيسي. بالإضافة للأطباق الثانية اللي هي عندنا حاجة اسمها المديدة، أيضا بتتعامل من نوعية معينة من الطحين. فالأكل أغلبه، لأنه الناس في السودان يعني معروف إنه الناس الطبقات المتوسطة وفقيرة، فالأكلات دي بالنسبة لهم ضرورية وبتقيت يعني وعالية جدا في الـ في 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 اللي هي تغذيتها، فبالتالي بيستخدموا الملاح بالإضافة لممكن يستخدموا الدجاج والأكلات الثانية. الملاح هو البامية المجفف. الملاح هو الطبيخ، أنت بنسميه ملاح، بس هي بامية مجففة مع لحمة مفرومة، فبنسميه طبيخ تقلية، فهو بيتعمل وبيتعمل معه عصيدة وبتاكل مع العصيدة. أول قراصة، وهي القراصة زي تشبه الكريب بس معمولة بطريقة معينة وسميكة. بالإضافة للملاح أو طبيخ تاني اسمه النعيمية، فهو أيضا بيقوم على اللبن، معمول من اللبن، بيطبخ برضو بالبهارات معينة سودانية، بتعمل البامية المجففة بيعتمدوا عليها كثير جدا في عمل كذا طبخة يعني من الطبخات. بالإضافة للأكلات الثانية العادية اللي هم اللي بتتعمل زي الدجاج واللحمة زي بكل أشكالها، بالإضافة البليلة، عندنا البليلة ضرورية جدا، والتمر مع الإفطار، فالبليلة هي بتتعمل من الحمص، بتنسلق وبتحط معها التمر، وبعدين بنعمل بجانبها شيء اسمه الخشاب، البليلة مع التمر، البليلة مع التمر، يعني لأنه بيأكلوا البليلة والتمر، يعني بتكسر الحلاوة بتاعت التمر، لأن التمر عندنا حلو جدا، فبتتأكل البليلة والتمر ضروريين جدا في كسر الفطار. بالإضافة لل يعني الأكلات العادية التانية زي الطبخات اللي بيطبخوها بعد بالفطار، وهي نفسها يمكن نفس الأكلات دي بتستخدم في السحور، لكن دلوقتي هسه دخلت أشياء تانية، لأنه طبعاً اتغيرت العادات، الأكل بعد العولمة، تلاقي السمبوسة دخلت، القطايف موجودة، البسبوسة، الحلويات من جميع أنواعها، بس هاي مش عادات سودانية بالأصل أبداً، فهي كلها أصبح في، لأنه بتلاقي إنه في لازم في الطبق الرئيسي اللي لازم يكون موجود هو العصيدة مع التقلية، ده شيء ضروري جدا في كل البيوت السودانية قاطبة على جميع المستويات، حتى الناس اللي بيقول على الطبقة الغنية استيل بيكون عندهم هذا الطبق موجود. التحلاية، الحلو، الحلو نحن عادة عندنا، نحن عندنا البسبوسة وعندنا حاجة اسمها الباستا، انتوا بتقولوا لا بقلاوة، احنا مسميها باستا، بتتعمل على الطريقة السودانية، يمكن نحن بنحشيها بالفول السوداني أكثر، ما بنحط لها يعني مكسرات زي الفستق والأشياء دي. بالإضافة للحلو، الرز باللبن والكستر، الرز باللبن والكستر وكل الحلويات هذه يعني الخفيفة اللي بتتاكل بعد الفطار. شيء جميل. بس يوني تفضل. أول يوم في رمضان كيف بيكون الأكل؟ الحلويات بيبقى موضوع صعب والله بصراحة، يعني دايما برضو من الحاجات الأساسية اللي دايما أنا بتكلم عنها، إن بصراحة يعني ست البيت أول يوم رمضان دي بيكون الله يكون في عونها، تكون على خمسة والله بتكون متعدد، يعني يمكن تكون فيها تعدد لحالها عن أربعة. والله يعني بص، مجرد ما الأذان بيدن وهي تفطر تقولك خلاص كده كتر خير الدنيا، انسوني بقى انسوني بالشقة اللي هي شافته.
ولكن هو دايما المظهر الاساسي يعني ان على قد ما بيقدر الاسره ان مائده اول يوم رمضان دي بالذات تبقى مائده عائليه فيها اكبر عدد من العيله، ده اساسي. مش هنتكلم على صنف معين لان احنا ما شاء الله يعني احنا صعب نعز الاكل يعني. اي اكل احنا موجودين، بس المهم كميه حلوه ويكون الكواليتي خطيره، فانت هتلاقينا احنا موجودين. ولكن يعني مثلا في اساسيات، يعني لو اي موسم اي مكان رمضان الموسم بتاعه ايه، المحشي زي ما قال استاذ حسام من شويه، البطه في بورسعيد دي، ومعظم حبايبنا واخواتنا من ساكن المحافظات اللي هي غير القاهره واسكندريه لازم يكون في حاجه كده ايه، شايكانتك، حاجه حلوه كده، بطه، وزه، فخده، حاجه كده ماليه السفره طبعا عليها العين يعني. بس دي اساسيه يعني. ممكن في مظاهر تانية طبعا على حسب المدن واختلافها. اخواتنا في اسكندريه مثلا يحبوا السمك، فممكن يبقى في سمك وحاجه حلوه، بس سمك ومع الفطار فالموضوع بيقلب بميه جامده جدا بعد الفطار. ولكن دي المظاهر الاساسيه يعني. يمكن في كم حاجه مميزه ودايما مميز بيهم رمضان في الاكل. في الحلويات القطايف دايما في مصر في اوقات ما بتظهرش غير في رمضان، يعني ده الموسم الاساسي بتاعها. هي يعني لا موجوده، لو بتدور عليها طول السنه هتلاقيها، ولكن اكبر مظهر ليها كان الايه رمضان. ودلوقتي الترند الجديد هو الكنافات المبتكره، يعني احنا خلصنا الكنافه اللي هي العاديه، دخلنا بقى في الكنافه بالفليفرز دي بقى حاجه مودرن، إشي مانجا، إشي ريد فولفيت، فده برضو دلوقتي بقى مظهر بس مودرن شوية. على طاولة رمضان في مصر الأكل عامة كله موجود، سلطة وشرب والكلام ده كله. المشروبات الأساسية غير المية، عرقسوس، سوبيا، إشي سوبيا إشي سوبيا، والله انا اعرفها ان اسمها سوبيا لكن انا ما تعرفتش عليها اكتر من كده. انت صديقي سوبيا اللي هنا على السوبيا اكتر، والتمر الهندي ايش هي، والتمر الهندي انت الناس كلها عارفاه، التمر الهندي والخشاف. والخشاف ده بقى يعني ده رمضان، يعني خشاف بس رمضان ده ما بيظهرش في اي موسم تاني. طيب الخشاف والسوبيا ايش هم يا جماعه؟ اتفضل يا حسام. لا والله انا اعرف السوبيا زي ما تفضل اخونا يعني، بس تركيبتها هي وبتعمل من ايه ما اعرفهاش ومليش فيها، ما كنتش حتى احبها يعني، لا هي ولا العرقسوس. انا بحب الحاجات اللي سويت او مسكره شويه، فدول ما اعتقدش ان هم حاجات مسكره يعني، بيفضلهم دايما الجماعه الكبار في السن او الثقافات القديمه اللي كانوا عواجيز عننا يعني. لكن انا بعرف انه السوبيا عباره عن بذور، بذور السوبيا ولبن بتنقع بالميه وبعدين بيطلع منها العصير او الشراب حاجه زي كده، بس ماليش فيها بصراحه. طب عرفتي يعني. مش رز لانه انا بطلع هون على الانترنت كاتبين انه رز. لا هي مش رز، تكون بيضه لونها ابيض. الاجيال الجديده ملهاش لا في السوبيا ولا العرقسوس، احنا متضايقين من حد وعايزين نعاقبه نجيب له عرقسوس. لا العرقسوس جميل. العرقسوس جميل، انا ما بحبوش بصراحه يعني. خشاف بقى، بص الخشاف هو قمر الدين اللي هو المشمش اللي هو بالشكل المعجون بيتعمل بطريقه معينه كده على النار لحد ما يدوب ويتحول الى عصير، وبعدين بيتم تقطيع التين المجفف والقراصيا والبلح المجفف. ولو انت حابب يعني كل هي مدارس يعني، كل واحد بيحب حاجه معينه، وبيتساب كل ده جوه العصير بتاع قمر الدين ويتساب في الثلاجه كده يسعى شويه، وعلى دخله المغرب يبقى حاجه مفتخره يعني في الجلاب عندكم الجلاب كمان؟ لا الجلاب بص احنا ما عندناش جلاب، احنا عندنا الميكس بتاع التمر الهندي مع الكركديه اللي هو طبعا العناب، هو في مظهره شكل الجلاب في اللون لكن طعم طبعا مختلف جدا. لا الجلاب موجود، الجلاب موجود في صعيد مصر، صعيد مصر بتزرع فيه قصب السكر. الجلاب ده السكر قبل مرحله التنقيه، قبل البيوريفيكيشن، تلاقي القوالب بتاعته لونها بني، لسه السكر ما بقاش ابيض. وفي الصعيد وجنوب الصعيد بالذات يعني اسوان وقنا، لا دول بيعشقوه يعني. الجلاب ده حاجه مهمه. الكركديه على الافطار ولا لا؟ انا بشرب كركديه. جميله طبعا جميله. والعرقسوس خطيره، انا مش عارف انت يا حسام ما بتحبش العرقسوس ده، خطير جدا.
يعني لا لا عندنا مشكله مع حد يديله الرصاص. اتوقع بلاد النيل بلاد النيل عندها الكركديه هاي يعني طبعا. هذا الشيء الاساس ايوه صح طبعا. في كمان الخشاف. طيب الحلو اتفضلي اتفضلي انا سوري. الخشاف اللي بيحكي عنه استاذ احمد بسيوني هو كمان مشترك بيننا وبين مصر بنفس الخشاف ضروري الكركديه فهذه من الاشياء المشتركه يعني وبعدين الخشاف ده متعدد الاستخدامات يعني انت بعد ما فطرت بيه هترجع بعد شويه تجوع فهو ممكن ينفع اسنانك لحد السحور اه بنضيف عليه الزبيب اللي داخل هذا بنحطه معاه الزبيب وهو فعلا مغذي وخفيف كمان مش متعب يعني كله فوائد يعني باي ذا واي صحيا من افضل الاشياء اللي ممكن تاكلها في رمضان اللي هو الفواكه المجففه لانها بتعطيك طاقه قويه بتعطيك فايبرز وبتعطيك سكريات مغذيه مش سكريات مصنعه فيس يا طيب الحلويات يا جماعه حلويات المصريه هو بس لما جت سيره الاكل انا شايف ان انا واخويا بسيوني عشان احنا كرجاله والراجل عربي يعز الاكل فاحنا ظلمنا اختنا اماليا احنا في الاكل من ساعتها لا بس ما شاء الله هي ما شاء الله تفاصيلها ما شاء الله قويه يعني بص جابت لك اللي هو حلو ومر ده اتعمل ازاي والتفاصيل وده كان اللي حصل احنا يا باشا بنخش على الجول على طول اديني الطبق احنا عايز احنا علينا جاهز وبعدين اعرف بس الحياته بعدين بقى اما اكله طب حسام احكي لنا عن حلويات مصر الحلويات مصر في رمضان في نوعين يعني حلويات تقليديه طول السنه زي ما تفضل اخويا العزيز احمد بسيوني وفي حلويات بتبقى خاصه برمضان يعني القطايف انا ما اذكرش اني اكلتها بره رمضان دي كده ايه تريد مارك او العلامه بتاعت رمضان يعني كل حاجه ممكن تعمل حلويات بعض السيدات في البيوت يستغلوا السنة كلها وأي فاكهة موجودة وتحطها في الفريزر أو التلاجة وتجمدها وتسيبها رمضان ممنوع تقترب منها يعني دي منطقة وسلك شائك حواليها ومكهرب ممنوع دي عشان رمضان طب ما اللي هيكلها في رمضان أنا حضرتك يعني ما أي مشكلة ما أكلها دلوقتي لا دي رمضان فالحلويات زي ما تفضل ما عنديش حاجة جديدة أضيفها هي حاجات بسيطة برا لكن الليستة كلها بتاعت السنة يعني الكنافة والحاجات دي كلها يعني في أميرة بتقول لك حلو يا حلو جابت لنا الحل حلو يا حلو رمضان كريم يا حلو معناها يا شيخ يا شيخ رمضان كريم يا شيخ وكلمة حلو معناها كلمة مصرية قديمة تعني الشيخ شكرا لك يا أميرة يعني معلومة جيدة شوف كيف بنتعلم عن عادات بعض وعن ثقافة بعض في هيك اللقاءات في شيخ أيام الفراعنة هو حلو أيام الفاطميين ولا أيام الفراعنة بس هي غالبا فاطمية يعني ما هي بتقول كلمة مصرية قديمة مصرية قديمة مصرية قديمة لا ممكن تكون يعني في زمان قديمة يعني مش لازم قديمة اللي هي فرعون طيب يعني في الآراء في عادة في بلاد الشام حكينا عنها الأسبوع الماضي اللي هي الصحون الطائرة مش الصحون الطائرة تبعت الفضاء تبعت ناسا لا صحون الطائرة اللي هي تبادل الوجبات بين الجيران والعوائل هل موجودة عادة زي هيك أو عادات أخرى في السودان؟ أكيد يعني التبادل ده شيء طبيعي وكمان زي ما ذكرت لك أنا أول في المنطقة دائما اللي بتكون يعني في المناطق الأحياء الصغيرة الأشياء اللي بتبادلوها هي أكتر شيء بتعاملوا بها خارج المنزل لأنه زي ما قلت لك الرجال بيطلعوا برا البيت وبيفرشوا حصائر طويلة وبيقعدوا بكل المنطقة فمن كل البيوت حتى البيوت اللي ما بتشارك إذا ما عندهم حدا موجود بيبعتوا صحون من عندهم أكل وبتحط في هاي الحصائر وبيكونوا موجودين فأكثر شيء المارة الجيران من أماكن بعيدة ممكن يجوا ويفطروا في هذا المكان مع بعض فبالتالي اللي بيجي كأنه جاي يعني من الجيران جاي لبيت اللي موجود قدام الحصيرة أو ابعتوه لمنطقة تانية برضو بيكون فيها ناس جالسين برا الشارع يعني أول ما يعرفوا أنه في ناس في مجموعة حتفطر خارج البيت يعني في رمضان نادر جدا إلا هسه في زمن الكورونا
صار صعب لأنه دي عادة متأصلة في رمضان، يستحيل الرجال يفطروا جوا البيت، ما في راجل بيكون جوا البيت، كل الرجال بيطلعوا في الشارع وبيكونوا موجودين، وأحياناً كمان اللي بيكونوا قريبين من الطرق السريعة اللي بتمشي فيها يعني مسافات طويلة السيارات بيكونوا موجودين قريب من هذه الطرق وبيوقفوا السيارات إجبارياً إنه لازم يوقفوا ويفطروا ويكملوا، يقعدوا يفطروا ويصلوا معاهم ويطلعوا، فبيوقفوا الناس وبينادوهم أحيانا لدرجة إنه شفت الرجال عندنا بيلبسوا العمة السودانية الهاي بتتلف، أحيانا هم بيعملوا زي قطار طويل من كل واحد بفق عمته، كل واحد بيمسك العمة من هناك، ولما تجي السيارة حتى إنها تتوقف إجباريا ما يمشي، بيشوف العمة قاطع الطريق من هناك لهنا فبوقف، فلما يوقف يقول له لازم تنزل وتفطر وتقعد معنا تخلص فطورك وتكمل طريقك يعني. فبالتالي هي دي بتجي يعني الأكلات من كل الجيران من كل الناس الموجودين، بالإضافة لأنه المناطق اللي ما فيها بتبادلوا طبعا ودائما بيحبوا تفضلي بيحبوا كمان يعني يتأكدوا من العائلات اللي بتكون يعني متعففة، بتكون يعني أوضاعها فقيرة، ما بيقدروا هم بيكونوا بيعرفون، فأحيانا في ناس بتتحجج إنه تمشي تفطر معاهم تأخذ الأكل تقعد معاهم، فبيكون في نوع من التكافل يعني والتآذر بين الناس يعني في الأحياء الفقيرة والمتوسطة يعني بصفة كبيرة يعني. هو يعني معروف عن أهل السودان الكرم والحب الضيف، وهذا ليس بغريب على كل أبناء وطننا العربي، أنا أتوقع أنه هاي عادة يعني أهل العرب الكرم موجودة عندهم في دمهم. مصر طبعا في سؤال كان سأل ليش لابسين أحمر، أنا سألت نفس السؤال ترى مخلص قبل هذا، بقول لك المنتخب القومي، المنتخب القومي ما تفكروش حاجه تانية يعني. بس في شغله نسيناها احنا فعلا ذكرتنا فيها، مين ذكرنا فيها؟ دينا عمر بتحكي لك بسيوني في 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 عنا ايش عنا عن ام علي المدام بتعزمكم على المعالي يعني دي صعب ننساها. أنا كنت في السعودية فترة طويلة فيعني كنت أروح على المطعم مش اللي بيطبخ كويس، كنت أروح المطعم اللي بيعمل أم علي كويس. والله يعني خطيرة أم علي والله يعني. اللي بيعمل أم علي كويس معناته أكله كويس. من أخطر الحلويات على الجسم البشري يعني. لا وبعدين أصلا تاريخها مرتبط ب يعني بمسألة بقصة نسوية عنيفة. والله برضو بص أنا ما بحبش أعرف ماضي الأشياء، ماضيك ده ليك. أنت لا تسأل عن الماضي ولا تسأل عن الانجريدينز ولا بتسأل عن أنت بتسأل عن المهم الطعم والريحة يا باشا، اديني في المفيد وبعد كده أفكر أنا السي في بقى، هاتلي سي في للطبق ده وأصله إيه وجربه إيه. اللي بيعرفش بسيوني كابتن بحب الكرة، فهو بحب الجوال، بحب يدخل جول، كيف كان جول، المهم النتائج. المهم الغاية، انت صايم هتقعد تمسك الطبق تقعد تكلمه يا حبيبي يقول لي مين اللي جابك هنا، الكل وبعدين بعد كده ربنا يكرمك بقعد بقى اشوف تاريخه انجريدينتس زود دي شوية نقص دي شوية. طيب ام علي عاملة ايه في رمضان يعني على من الـ من الـ من الاساسيات طبعا الحلويات، طبعا ام علي اشهرهم الكنافه، حتى في بعض الاصدقاء دايما احنا في بينا يعني ديبيت طبعا هم بيتفرجوا علينا دلوقتي او هيتفرجوا، ودايما اقول لهم الكنافه اصلها ايه يقول لي لا اصلها من عندنا من الشام من سوريا ومن فلسطين، اقول لهم لا الكنافه اصلها مصري، كنافه معروفه، لا فدايما الكنافه دي اساسيه، القطايف اساسيه. النقطة بتاعت تبادل الأكل في رمضان، يعني خلينا نقول إن دي عادة بين العائلات أو بين الجيران، ما أعتقدش إن هي في الوطن العربي كله مربوطة برمضان.
رمضان. يعني ما اعتقدش ان دي مظهر بيبان اكتر في رمضان، لا اعتقد انه بيبان في كل المواسم. يعني انت عد اي موسم كده، عيد، رمضان، سنة هجرية حتى زمان كانت شم النسيم، السنة الهجرية الجديدة، عاشورة. طبعا اللي ما يعرفش عاشورة، احنا عندنا طبعا غير الام علي في العاشورة، طبعا العاشورة دي حاجة، بس العاشورة دي برضو ما بتظهرش غير في عاشورة. فده دايما مظهر اساسي ومظهر دائم في كل المواسم. لكن الحلويات برضو نرجع لها تاني، هي اهم شيء القطايف. وخلينا بس نسمي الاشياء باسيائها. الاساس زمان في السن اللي احنا كنا فيه، يعني لسه في سن المدارس والجامعة وكده، هي الحاجة الكلاسيك، يعني القطايف اللي هي الكلاسيكية اللي حشوها حشو عادي جدا، القطايف برضو اللي هي الكنافة المحشية حشو عادي جدا. انا واحد من الناس مثلا غالب دلوقتي على مصر طابع ان احنا مستوردين اشياء كتير قوي من بره، بالذات في الحلويات متأثرين قوي بالحلويات الشامية، فانا ما بحسش بالألفة قوي. يعني جميلة وحلوة وكل حاجة، بس مش زي ألفة الاشياء اللي هي اتربينا عليها وعشنا عليها وعشنا معاها المظهر بتاع رمضان. نعم. طبعا دينا بتحكي لك الاطباق اللي رايحة وجاية بين جيران، دي اهم سمة من سمات الشهر الكريم، فيها مودة انا عايز اعلق. معلش اخونا بسيوني، انا هختلف معاه، هو قاهري، انا مش قاهري، انا من الاقاليم. القاهريين او القاهره مدينه صعبه، مدينه زحمه، مدينه قاتله العلاقات، مدينه صعبه فعلا. يعني انا نفسي ما بحبهاش. الاقاليم لا، النفس اللي قالته اختنا الفاضله من السودان، اختنا امال هارون، نفس الكلام ده موجود في الشمال، في الدلتا، في الفلاحين، وفي الصعيد. الطرق السريعة دي والطرق اللي برا المدينة أو القرية بتتقفل إجباري، بالذات في الصعيد. لو أنت عديت من غير ما مش عاوز تاكل، ده غلط كبير، أنت غلطت فيهم، أنت شتمتهم، لازم تقف وتاخد الأكل. الأطباق اللي بين الأسر والكلام ده لا، مش طول السنة، هي طول السنة موجودة، لكن في رمضان ما ينفعش البيت يبقى عامل أكل النهاردة من غير ما في طبق يكون رايح لواحد من الجيران. والطبق بيروح بيرجع. لو كنت شفت فيلم عسل اسود بتاع احمد حلمي، المظاهر الايجابيه اللي موجوده عندنا في مصر، يعني الحياه الايجابيه اللي عندنا. لا، الطبق بيروح بيرجع في نفس اليوم، اكل باكل، اكل بحلويات، وطبعا الوزن بيبان عليه على طول، انت واكل رايح جاي، واكل على الوينجين يعني. الاقاليم يعني الدلتا شمال مصر والصعيد، زي اختنا امال هارون لعيلته بالظبط، مفيش يوم هيعدي في رمضان من غير اطباق رايحه جاي. غير القاهرة، في فرق ديموغرافي كبير بين القاهرة وبين المدن التانية. وأكيد أهل المدن، نعم فضل، أهل المدن بتخف شوية طباع. هو إحنا مدن، بس القاهرة مش مدينة، القاهرة العواصم، العواصم يعني مزدحمة جدا. إحنا مدن برضو العواصم موجودة برا، لكن القاهرة زحمة جدا. الحاجة التانية غير الأطباق، موضوع العزايم على الطرق، ده أنا شفتها في الدلتا، شفتها في الصعيد، ده إجباري. عيب إنك تمشي وما تاخدش الأكل، خد الأكل وما تاكلوش، قل شكرا وخد الأكل. لكن لو ما أخدتش الأكل، دي معناها إهانة كبيرة للناس، يعني ومحدش يجرؤ إن يعمل ده. يعني يقول لهم أنا مسيحي، هتاخده برضه، أنا مسيحي مش صايم، هتاخده، فأنت لازم تاخده. بعكس القاهرة، القاهرة طبعا ليها ظروف معينة، إنها مش مدينة، يعني هي مدينة شوية مدن كتير مع بعض مزدحمة جدا، فمش نفس الثقافة اللي موجودة في الدلتا أو الصعيد هي اللي موجودة في القاهرة يعني. بس يوني بيقولوا لك في مش الشرقية عزموا قطار على الإفطار، تعرف القصة؟ طبعا أهل الشرقية، ودي أنا أصولي من الشرقية، عايش في القاهرة ولكن أصول الأهل من محافظة الشرقية، فكان مشهور، أو هي حكاية طبعا، حكاية حصلت إن في قطر عطل وعزموا القطر كله على الفطار عشان الناس تاكل، عاملين مش هياكلوا يعني. فدي دليل، بقول لك المصريين اجدع ناس، اجدع ناس، الناس كلها خير وبركه، الناس كلها خير وبركه. طيب انا انا بدي اسال على العزايم بين العائلات، يعني العائله الوحده، الاب مع بناته المتزوجات مع اولاده المتزوجين، اللي هي العائله هذه اللي بين الاولاد المتزوجين والعائله الصغيره، كيف العزايم ما بينهم بتكون؟ هل احنا عندنا طبعا اول يوم بكون للاهل من هذا النوع، ثاني يوم بكون للنسائب،
بعدين بيبدأ للجيران، بعدين بيبدأ للأصدقاء. هل في شيء من هذا القبيل توزيع بهذا الشكل أمل؟ أيوة، إحنا عندنا في السودان حاجة اسمها البيت الكبير. فالبيت الكبير هو ده أول يوم بيجمع البنات وأزواجهم، الأولاد وزوجاتهم، فبيجوا كلهم عند أمهم وأبوهم وبيفطروا هناك. بعدها الأيام بعد كده بتتقسم حسب ما هم وحسب الظروف وحسب الترتيبات اللي هم بيعملوه، لكن شيء أساسي البيت الكبير. فدي مسألة بيتفقوا عليها، يعني مثلا أنا عندي أختي بيتها هو بيكون البيت الكبير، فبيجوا بنات المتزوجات مع أزواجهم وبيجوا بيفطروا معاهم وبيتصحروا وبيسهروا معاهم. يعني ممكن تتكرر العملية دي مرة أو مرتين في بداية رمضان. وبعد كده إذا كانوا أزواجهم في نفس المنطقة أحياناً، لأنه ممكن يكونوا من إقليم تاني أو من مدينة تانية، فبالتالي بيصعب يعني إنه يمشوا لمدينة تانية، فبيحاولوا إنه يعني بقدر الإمكان إنه يتجمعوا بأكبر عدد ممكن من العائلة في مكان واحد يعني. وعادة بيكون بيت العائلة الكبير، إحنا بنسميه البيت الكبير، بتكون فيه الأم والأب وأولادهم بأولادهم بأحفادهم كلهم بيجوا عندهم في البيت وبفطروا هناك. حلو. طبعا هلا الكورونا ما في منه، هسا ما في، لكن أنا أعتقد إنه السودانيين شوية متهورين بعضهم لسه ما منتزمين، فأكيد بيحاولوا يعني يتجاوزوا هاي المسألة، لأنه صعب جدا. عندنا يعني عندنا الارتباطات العائلية قوية جدا حتى بالجيران، يعني الارتباطات قوية لدرجة إنه أنا بحس إنه الكورونا ممكن تسبب لهم نوع من العزلة النفسية والضيق، لأنه ما بيتحملوا إنه يكونوا بعيدين من الجيران أو من الناس اللي بيعرفوهم أو من أهلهم، فبتكون في صعوبة يعني. وأحياناً في يعني مخالفين لهذه الأمور يعني، بالطبع يعني بيشوفوا بيستسهلوا الأمور يعني. فأتمنى يعني الحماية للجميع، ربنا يحفظهم يعني. حسام. أيوة. عزايم الأقارب والأهالي والبيت الكبير. زي ما حضرتك تفضلتوا، أول يوم الأسرة الكبيرة لازم تتلم. يعني أنا ما اتجوزت كان ليا بيتي أو شقيت أنا لوحدي، لازم أول يوم أفطر مع العيلة. وأعتقد إنه أغلب مصر كده، مش أنا بس يعني. ما ينفعش نفطر الشهر كله، لكن الشهر كله بيبقى فيه عزايم. يعني يا اما انت بتعزم حد في شقتك او بيتك، يا اما حد بيعزمك عنده. فممكن تلاقي ال 30 يوم دول مثلا نصهم مثلا يا انت عازم يا اما حد عازمك، يا اما ممكن نسبه تبقى اكتر. لكن اول يوم رمضان عاده يعني المفروض مع العيله او البيت الكبير زي ما تفضلت اختنا اماليا. طيب انا بدي اسال بسيوني اذا في عنده طبعا اضافه على اللي قاله حسام، بالإضافة لصلاة التراويح في أول صلاة تراويح، يعني العشاء المسجد وصلاة التراويح في أول صلاة تراويح، بتكون لها نكهة معينة ومميزة معينة؟ أكيد طبعاً. يعني استقبال الشهر الفضيل بأول صلاة تراويح في المساجد دايماً بتكون مختلفة، بالذات في المساجد الكبيرة في المنطقة. يعني معظم المناطق السكنية فيها طبعا مصلى أو فيها مسجد صغير، وفي مسجد كبير دايما معظم الأماكن دي بتبقى زحمة، يعني حتى ما بيبقاش في تفريق أو إن إحنا كلنا والله هنروح المسجد الكبير بس والأماكن التانية تقفل، لا كله بيبقى زحمة، وفي أماكن كتير بتفرش بره حتى المسجد كمان لضيق المكان على المصلين المتواجدين. دايما برضو افكر دايما ان احنا بنتكلم على الشكل بتاع رمضان في مصر اللي هو مثلا مش ما لا يقل عن 20 سنة فاتوا. دلوقتي الاوضاع اختلفت، بناء المساجد اختلف، معظم المساجد دلوقتي بقت اكبر وبتتسع لعدد المصلين اكبر، ولكن ده كان مظهر عام في المجتمع، فطبعا اكيد بتكون مختلفة يعني. نعم. وفي السودان؟ في السودان نفس الشيء يعني، احنا يمكن الاحياء يعني بتنتشر فيها مساجد كثيره جدا، ده بالاضافه لانه الرجال بيكونوا خارج المنزل، فاحيانا بيكونوا يا اما قريبين من المسجد او في نفس الحصائر اللي هم فارشينها بيوقفوا بيصلوا جماعه وبيصلوا التراويح. وعاده ممكن بيكون في امام من منطقه قريبه او كده بيجي بيصلي بهم،
أو بيمشوا المساجد القريبة يعني في الأحياء، فالمساجد منتشرة يعني، في مساجد صغيرة أيوة، لكن في كل الأحياء أغلبها موجودة يعني. من النادر إلا يكون في يعني صعوبة أو حي جديد لسه ما قام فيه مسجد يعني كافي للناس. أنا بذكر إنه في الأردن كانت الاعتكافات في المساجد تبدأ بالعشر الأواخر فقط، فما بعرف هل في مصر والسودان في اعتكافات بتبدأ في العشر الأواخر، والاعتكافات تبدأ من أول رمضان، بيبدأ المسجد بيظل مفتوح للناس اللي حابة تعتكف في المسجد تصلي طول الليل من أول رمضان، ولا بس في العشر الأواخر، ولا حتى في انتهت العادة هذه في كل المساجد، ولا ما زالت قائمة؟ حسام إذا في عندك في الموضوع حد شيء. الاعتكاف بعض الناس بتمارس العبادة دي أو الطقس ده في رمضان، لكن ما بتبقاش طبعا، مش كل الناس بتمارسه يعني، بيبقى مفتوح أغلب الشهر طبعا بعد تصريحات من الأمن أو من القائمين على إدارة المكان، وكنت بشوف ده كتير، لكن أحيانا أنا عمري ما عملتها يعني. نعم، في السودان، في السودان في الاعتكاف يعني بتكون بدرجات متفاوتة، هي فعلا العشر الأواخر عادة هي الوقت للاعتكاف، بس ما يعني حسب الظروف وحسب الإمكانات اللي موجودة في بعض المساجد الكبيرة، في بعض الناس بتعتكف وبعضها لا، بيفضلوا إنه يكونوا يجي يصلوا التهجد ويرجعوا البيت، يعني ما يعتكفوا في المسجد. طيب احنا محضرين لكم كم فيديو بدنا تشوفوهم معنا وتقولوا لنا شو رايكم، شو بذكركم. معلش في something wrong. It's okay. Okay. طيب بدأ الفيديو؟ بدأ. تلوس كبير في نص الشيخ. نمت الأسرة كلها على طبلية أو ترابيزة واحدة. وحديث الشيخ الشعراوي قبل الفطار. الله. التراويح والتهجد وقراءة القرآن وصوت النقشبندي الجميل، ذكريات كتير اتعلقنا بيها ومحفورة في قلوبنا ولسه عايشة معانا. فاكرين جدو عبدو؟ بالطبع. وأكيد فاكرين عم فؤاد ولا عم شكشك؟ والمعلم رشدان. أما بقى صمورة الجميل فمين يقدر ينساه؟ أبو جف رقيق وصغير من صور وصور السن وعارف معنى إيه. كنا لما نحب نتسلى ندور على المقص معادينا رامز، وكمان بدون كلام. وأهلا وسهلا بكم معانا في حلقة جديدة من غير كلام، بس وقتها كان الكلام وكان الحوار ومين يقدر ينسى نيلي وشريهان؟ الكاميرا الخفية اللي كنا ما نفوتش منها حلقة. وقالوا عرضوه على دكاتره كتير، لكن واحد كان اسمه اسماعيل قاعد يعمل كده البرنامج اللي فات مات. ولما تحب تتفرج على ناس بتتهيري ضرب رمضان من اجمل واحلى المناسبات. كنا من
كده بقى لازم اسيبكم عشان تلحقوا تصحوا. رمضان كريم وكل سنة وانتم طيبين. ايه يا حسام ايه حتى نوستالجيا صغيره كده. طيب يلا ايش بدكم تحكوا عن هذا الفيديو؟ كل واحد اكيد ذكر عمر تاني. يلا كابتن احمد اكيد. لا طبعا الحاجات بتاعت رمضان دي طبعا هي دايما بتسيب ذكريات واثر. زمان يعني التلفزيون اولا الواحد ما كان عنده وعي، يعني كان هو قناتين ولا ثلاث قنوات بالكتير، وكان الموضوع كله ملموم، يعني انت هتروح فين؟ فالحاجات دي كلها انت عارفها وبتتفرج عليها وبتشوفها يعني نوعا ما بتتابعها سواء طفل او شاب، مسلسلات والفوازير والحاجات دي ليك معاها ذكريات جامده جدا. يمكن من الحاجات اللي احنا ما اتكلمناش عليها ودلوقتي الراحل يعني سيد مكاوي الجزء بتاع المسحراتي ده الجميل اللي كان بيتزع بالليل قبل صلاه الفجر او في الوقت اللي هو بتاع اللي بعد منتصف الليل، يعني المسحراتي في الشوارع المصريه زمان، وده مظهر اعتقد في بعض الاماكن لسه موجود ومتواجد، اللي هو بيفكر الناس ان هم يبداوا يصحوا قبل الفجر بساعه تقريبا او ب 45 دقيقه عشان يلحقوا يتسحروا. وازاي ان انت يا سلام يعني ان انت تدهله يقول اسمك، اصحى يا فلان بالاسم، اصحى يا احمد، اصحى يا حسين. يعني في ناس يعني بص هو في كذا مدرسه، يمكن حسام لما قال موضوع المدن ده حقيقي، احنا عندنا الوضع في المدينه مختلف نوعا ما. المسحراتي ايه حسب الحب، يعني حسب العلاقه ما بينكم، اللي هو ايه انا بحب الراجل ده بياخد باله مني، اصحى يا فلان. الراجل ده لا بيزعق لي بيقول لي امشي بعيد عشان بيزعق تحت البلكونه مش هقدر خليه نايم. فدايما المسحراتي بيختلف، او مع كل سنة أو سنتين من رمضان بيجي واحد جديد بيبتدي يكتشف المنطقة. الأقاليم الوضع مختلف، اللي بيمسك موضوع المسحراتي ده هو عارف البيت والعيلة، وده اتجوز وده خلف ولا ده مشي ولا راح فين، فهو عارف يعني اصحوا يا أهل بيت فلان، اللي هو البيت كله اصحوا، أنا مش هنده واحد واحد. أنا شفت لقاء مع محمد هنيدي، أيوه، حكى فيه عن المسحراتي، بيحكي كنت لازم المسحراتي اذا ولد واحد جديد في البيت فلازم يروحوا لعنده يحكوا له ولد فلان هذا اسم جديد الولد حتى هو لسه صغير، صحيح فلازم صحيح يعد العيله كلها بما فيها الولد الصغير ده على اساس ان المسحراتي عارف المنطقه وبيجي كل سنه. وبعدين اذا مات واحد من العيله لازم يروحوا يخبوه انه هذا مات على ما يذكرش اسمه، لانه ذكر اسمه بتصير مناحة في البيت وممكن يبهدلوه انه انت ده مات، يعني بتذكر اسمه ازاي احوال مدنية. وبيحكي اذا كان هو بكون موجود يترصد للمسحراتي اذا كان مشي وما ذكرش اسمه. يعني ليلته سودة في ليلته مش كويسة خالص، يعني لا لانه ما ذكرش اسمه مع انه صغير بس مش لازم يذكر اسمه. هو دايما من المفارقات دايما اللي كانت بتحصل مع المسحرات يعني في الاماكن دي هي مع كبار السن واللي طالع لسه ينام من لعب الكوره، يعني الاثنين ده دايما هتلاقي كل ايه افري اذر داي في مشكله، في حد بيشد مع حد في الكلام، يا جاي تحت بلكونه واحد كبير في السن هو مجهد ومش قادر يقوم وبيزعق بقى راجل متسحر بقى فول وجاي واخد الطبله وجاي وطبله في مسحراتيه مش عندهم طبله صغيره زي سيد مكاوي كده، لا طبله هو يعني بيروح يشجع في الاستاد انا هسحر مصر كلها النهارده. فتلاقي طبعا الراجل بيصحى من النوم بيطلع فيه شحنه قله النوم كلها، او واحد لسه يا دوب قالع الشوز بتاع الكوره عفوا يعني ويا دوب داخل ينام، يعني هو كل وهينام بقى وده بقى جاي له عاش جوه ودانه. فبتحصل بقى ان الراجل ده بيطلع عن شعوره والناس بتتسحر وخناقه وانت مش عارف انت كل يوم اقول لك ما تجيش تحت البلكونه، بس دايما بتكون حاجه جميله وده مظهر اساسي رمضان من رمضان يعني. امال
نعم نفس نحن عندنا المسحرات بس ما بنادي بالاسم، بس بيجي يعني بمر في الاحياء وبينادي يعني اصحي يا صايم موحد الدايم يلا للسحور، فبيمرق على كل الحارات يعني وبيصحي الناس، فهي موجوده يعني نفس الاشياء يعني مشتركه، يمكن في اختلاف بسيط انه هو صح بيعرف اهل الحاره لكن ما بيناديهم بالاسم، فنحن عندنا شويه يعني السودانيين ما بعصبوا عليه، فهم بيسمعوا واللي بيصحى بيصحى واللي ما بيصحى اكيد يعني بتكون راحت عليه السحور وما ما بيلحق يعني. في سوريا طيب. في سوريا بينادي على اسم اهل العيله الاب يعني بينادي على اسم الاب فقط. احنا في فيديو تاني حنورجيكم اياه برضو هو لو مسموح بس دكتور جمال. تفضل تفضل تفضل. في كم مقطع من مسرحيه لمحمد صبحي الهمجي كان فيه بيضحك او بيهزر او بيقلش او بيسف زي ما بيقول بالمصري على المسحراتي، انا بعته لحضرتك على الخاص لو حبيت احنا نحطه كحاجه فكاهيه ازاي كان بيقلش على موضوع المسحراتي. اوكي ممتاز، انا هلا هشوفه بس هنحضر أحب. هذا الثاني وعشان انزل ال تحت امر هنا القاهرة فوازير رمضان. يعني فوازير رمضان ما في رمضان وخاصة نيلي يعني كان لها ذكريات في فوازير رمضان. أمال احكي لنا عن فوازير رمضان، شو كنت شو بتذكري؟ كل فوازير رمضان اللي أنت شفتها مرد عليها شفتها في ريهان على نيلي على كله، لازم هذه انترناشونال يعني مشهورة في كل الدول العربية،
فبدون ما في احنا فوازير رمضان متولي الشعراوي يعني المسلسلات دي حاجة أساسية يعني البيت يعني يمكن تمرق في الحارة عندنا إذا مريت ويكون في مسلسل الحارة بتكون فاضية 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 ما في كل دول بيوت يعني ممكن ما يطلعوا إلا الناس اللي رايحين الصلاة لكن غير كده الفوازير كله ملزق على التلفزيون المتولي الشعراوي بعدين يجي على المسلسلات فده شيء ضروري جدا جدا في رمضان حتى الأطفال الصغار بتلاقيهم حافظين كل المسلسلات المصرية والفوازير وغيره يعني وغيره يعني فمصر لها يعني فضل كبير في نشر هذا الفن يعني في كل الدول العربية يعني في عصر ما قبل اليوتيوب لو ما عدتش استنيت بأدبك هتعدي الحلقة ومش هتتفرج عليك هتروح عليك هتروح عليك أبدا ما كانش فيه يعني كان أقصى حاجة مع بداية التحضر شوية الفيديو إن أنت تسجل حد يسجل لك الحلقات وبعد كده البروجرامبل إن أنت هو يشتغل ويسجل الحلقة مع بدايتها وأنت عامله التوقيت لكن غير كده مين هيعيد لك يا باشا هو التلفزيون كان هو قناتين كان الفي اس ما كانش يعني حسام شو رايك بفوازير رمضان الحقيقه كانت حاجه عظيمه والله حاجه جميله وكانت بتفكرنا دايما برمضان الفوازير دايما المصريين عملوها من زمان من اكتر من 40 او 45 سنه كان في مخرج مصري هو اللي بدأها اسمه محمد سالم كان لسه بتلقي تعليمه في الاخراج والفني والحياه الانتاج الفني يعني واختار ثلاثيه ضوء المسرح كان بيعملوا فوازير مدة كبيرة أعتقد ممكن 10 سنوات وبعد كده جت نيلي وشريهان وبعض الفنانين التانيين كل واحد أخذ فرصة كمان كان في فوازير بتيجي على الراديو بتتذاع ساعة الأذان يعني الأذان والفطار هيتحط المذيعة المصرية أمال فهمي كانت برضو فوازير لطيفة وكان كتير منها بيكتبها الله يرحمه الشاعر صلاح جاهين الفوازير كانت ملمح جميل رمضاني جميل يعني وكانت كل سنة الفوازير تنزل الناس تهاجمها نقاد فنيين جمهور إن شاء الله الخباز في الفرن ولما الفوازير غابت الناس مش حاسة بحلاوتها ومفتقداها فإحنا كده دايما يعني بننتقد لكن لما الحاجة تغيب نعرف قيمتها يعني لكن هذا كان رمضاني جميل يعني باي ذا واي الأستاذ محمد التميمي حابب يطلع بشغلة فوازير ومعلومات وأسئلة فبتشجعوا هذا الموضوع ولا لا حابين نسألكم شو رأيكم لو في فلوس معاك فلوس مين محمد ولا لا لو في مكاتب وفلوس دولارات معاك يا محمد باشا أخذها أكيد جاب كويس حسام دائما بيجيب من الآخر هاي أول مشترك معك معاك طبعا معاك يا حبيبي أنا بهزر طبعا أنا معاك ممكن نقترح عليكم تفضل احنا ممكن نقترح حاجة تانية بمناسبة ان احنا ذكرنا الراديو لان احنا كل اللي بنتكلم عليه دلوقتي هو المرئي والمسموع ولكن المسموع دايما تاريخه الثقافي وتاريخ التأثير بتاعه الراديو ككومبوننت في المجتمع المصري ليه كان دور قوي جدا قبل التلفزيون بكتير يعني لو احنا هنتكلم على الراديو في مصر فاحنا كده يعني عايزين بقى كذا حلقة او الراديو حتى في الدول العربية احنا لو دورنا في الاردن وفي فلسطين وفي السودان هتلاقي ان الراديو ده كان ليه تأثير وهتلاقي معظم البيوت كانت الراديو ده عندها ليه تأثير على الأجواء بتاعت رمضان أو غير رمضان أنا بحكي في مصر هذا الموضوع موضوع التلفزيون والراديو سباق على العالم العربي كله وخلينا نكون واقعيين يعني ما في عائلة في العالم العربي كله ما كانش يدخلها الشعراوي مستحيل صحيح ما في عائلة ما فيش فيها عبد الباسط مستحيل ما في عائلة ما فيش فيها النقشبندي كل التلفزيونات العربية لازم يكون فيها النقشبندي يعني أنا في رأيي النقشبندي إلى الآن ما إجاش زيه يعني وبعدين الفوازير هذه يعني ما فيش هذه يعني احتكار مصري أنا بعتبره منتج محتكر مصريا دائما لازم يكون منتشر في كل أنحاء العالم العربي والتلفزيونات العربية طلعت بعض المسابقات لكن بالشكل اللي كانت فيه الفوازير ما شفتش أنا إلا في
الفوازير المصرية، وبعدين اللي كان يلحن واللي كان يكتب الكلمة واللي كان يكتب النص عباقرة مش ناس عاديين. يعني لما بحكي عن تلحين بكر أو حلمي بكر، حلمي بكر وكان إخراج يعني واحد ملحن فهمي عبد الحميد أفضل. لا طبعا وبعدين لما بتحكي عن المسحراتي، مسحراتي يكون سيد مكاوي فؤاد حداد، يعني فؤاد حداد اشعار فؤاد حداد. يعني طبعا مع احترامي سيد مكاوي، مع احترامي سيد مكاوي شيء مستحيل. مسحراتي فؤاد حداد شاعر غزير الشعر، انك تعمل الحلقات دي 30 حلقه كم سنه كم رمضان ما يقدرش عليها اي شاعر. يعني الموضوع عايز حد فعلا غزير الانتاج بالضبط. يعني معروف فؤاد حداد شاعر، شاعر وهو صلاح جاهين يعني شعراء عصر، كانوا شعراء مرحلة، ما مش كانت كتاباتهم تهز بلد. مش فتشوفوا بيكتب لفوازير وبيكتب لمسحراتي، مش مسألة سهلة. يعني أمال، هل في السودان كان في فوازير سودانية من إنتاج تلفزيون سوداني؟ في أيوة، في سموها مسابقات رمضان. فكانت عبارة عن أسئلة، والأسئلة بتقدم، ففي الشركة بعض الشركات بتقدم يعني الجوائز، وعادة الجوائز بتكون ما بين تلفزيونات، أجهزة إلكترونية، أشياء زي دي، أشياء عينية قليل فيها النقد يعني، لكن هي مسابقات رمضان. فهي كانت الناس بتابعة، لكن أتوقع إذا اشتغلت فوازير رمضان الكل ما راح ينتبه إذا في مسابقات ولا لا، فبتكون في أوقات مختلفة. يعني عمرك فزت بحاجة؟ مين؟ من مسابقات رمضان؟ نعم. لا والله، لكن فزت بمسابقة المدارس، يعني ماشي، يعني كانت مسابقات بين المدارس، أيوة، لكن أوكي. رمضان ما شاركت فيها أبداً. حسام، عمرك فزت بحاجة؟ أنا لا، لكن والدي ووالدتي كانوا بيكسبوا. اوه تميمي، والدي انا كان كتب مره، ووالدتي كانت دايما تحكي لي قصه انه في فتره الخطبه لوالدي قبل ما يتجوزوا كانت مشتركه في مسابقه في الاذاعه، وكتبت جوابين، جواب ليها وجواب لي باسمه يعني، وهو اللي كسب. هو اللي كسب، هو ما كانش يعرف اصلا ولا كان مشترك ولا شافها اجازه. تميمي، لا انا ما كنتش احاول، ما كنت فاقد الامل اني اكسب، يعني ما كنتش احاول. بس يوني، لا يا باشا، انا كنت مهتم بالاكل والكوره، ما عنديش انا في الدنيا فوزير. ايه يا باشا، انا فاضل الكلام ده. طيب احنا عندنا كمان فيديو عن 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 المسحراتي، برضو حابين نشارككم اياه، هو مقطع من مسرحيه ادم وحوريه. راجل صايع طول السنة وبيجي في شهر رمضان يلبس جلابية مقطعة ويعلق طبلة في رقبته ويمسك عصاية فصيلة يطبل عليها، ويجي في أيام العيد يبدأ يلوش. كان ياخد حورية حلوة كده 7 سنين يحلق لها شعرها زلطة ويدهن لها رأسها مرهم كبريت ويخبطها مفك جنب عينيها ويلف بيها على السوق يطلع له رغيف كحكاية الجسام، له نوع من أنواع التسول الغير مرخص. يا حرام، طب إيه اللي يخليه يشحن؟ هما ما عندهمش الكعبة تديله معاش. لا الفار مش عيب يا ناني هانم، ولا إيه توتي بيه؟ طبعا طبعا. فاكر الله يرحم الوالد كان أكبر قرداتي. اتفضلي بالتفور. ايوه، انا فاكر جوزك يا هانم لما كان بجزمه مقطعه والشراب مدلدل من بق الجزمه، ريحه العفن والنتانه، ولما كان طبعا يعني احمد دسيوني اعتذر عنده شيء، فبنشكره كثير، واحنا شرفنا على انهاء الحلقه. بشكركم كتير كتير، بس حابب أعطيكم آخر دقائق كل واحد يحكي أي شيء بدكم إياه. ما حكينا عن رمضان، ما حكينا عن أي شيء بدكم تحكوا. أستاذ أمل تفضلي. أوكي والله أنا بس كنت عايزة أتكلم عن مدينة أم درمان اللي أنا جيت منها،
أم درمان هي مدينة الثالثة للعاصمة، العاصمة تسمى العاصمة المثلثة لأنه فيها الخرطوم وأم درمان والخرطوم بحري. الخرطوم هي العاصمة السياسية لأنها كانت هي فيها الجهات الحكومية، وأم درمان العاصمة التاريخية التراثية لأنها كانت فيها تمت فيها كل المعارك اللي حصلت في الحرب ضد الإنجليز، وكانت حتى عاصمة المهدي في الفترة اللي هي اللي انتصروا فيها على طردوا فيها الإنجليز. الخرطوم بحري هي المدينة التجارية، والخرطوم بيلتقي فيها النيلين، هي ملتقى النيلين عند جزيرة توتي، النيل الأزرق والنيل الأبيض. وبتذكرني بآية يعني في ربنا سبحانه وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم ومرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان. فبتلاقوا النيلين في المجرن، منطقة المجرن، وبيلتقوا النيلين الأبيض والأزرق. وبما أنه النيل الأبيض يعني متحرك والنيل الأزرق ساكن، فاللون بيبين يعني النيلين ما بيختلطوا أبداً، فالمنطقة منطقة خصبة جدا ومنطقة جميلة. المجرن دي منطقة بتسمع فيها العائلات وبتستخدمها كرحلات، يعني بيحبوا يمشوها دائما. يعني كل ما أتذكر يعني من السودان بتذكر هاي المنطقة، أم درمان في شرق النيل والخرطوم بحري وبعدين منطقة الخرطوم كعاصمة سياسية. يعني أستاذ حسام، أولا أنا بشكركم جدا على اللقاء ده، بشكركم أن أنتم جمعتونا، يعني يا رب يكون كان دمنا خفيف ما كناش دمنا تقيل على قلوب المتابعين. حاجة أخيرة، يعني إحنا كمهاجرين طبعا مهم طبعا في الحداثة والاندماج في المجتمعات، مهم نتكلم إنجليزي وفرنساوي، بس برضو مهم جدا بالذات في المواسم اللي زي رمضان يبقى في حتة من تراثنا وثقافتنا نقدر نورثها، عشان مش موضوع إن ثقافتنا تبقى طقسية لكن قد ما هو هويتنا إحنا، يعني يبقى ابننا كندي لكن من أصل مصر، من أصل فلسطين، من أصل السودان، ما ينساش برضو أصله هي. صحيح. أستاذ محمد، الحقيقة استمتعت جدا في الحلقة واستمتعت جدا في كلام الضيوف الرائعين الكرام، كانوا في غاية الروعة الصراحة، من خفة الدم ومن المعلومات ومن الثقافة ومن الأنس، لأنه الأنس هذا بركة، يعني هذا رزق من رب العالمين، هذا الأنس، فمش من السهل أنه واحد يكسب صفة الأنس يكون أنيس، فلما يجلس مع الناس يؤنسهم ويستمتعوا في جلسته، فكنت كذلك كلكم. وإن شاء الله يعني لقاءاتكم متكررة من كل الثقافات العربية، بنستضيف كل الإخوة الأحباب. مهم جدا نحاول نأصل هذا الموضوع بيننا يا جماعة، فكرة أنه إحنا إخوة بدأت تغيب عن الوعي، فالحقيقة يعني من الضروري أن نرجع نعيدها. المشاكل اللي موجودة على الساحات العربية كثيرة، لازم يطلع ولو بصيص أمل، ولو شعلة نور خفيفة تحكي للناس لا استنوا، في مجموعة من العالم العربي محتاجة ومهتمة أنها تكون متجمعة مع بعضها البعض، مهتمة أنها تبقى إخوة. إذا في حد مش مهتم بهذا الكلام هو حر، هو الأمر إله شأنه، إله كامل الحرية، لكن في مجموعة ستيل ما زالت مهتمة أنها تكون مترابطة، مهتمة أنها تكون أسرة واحدة، مهتمة أنها تكون لها عاداتها العربية وثقافتها العربية، مهتمة أنها تبقى إخوة ببيت واسع. فإن شاء الله نحاول نأصل هذا الكلام من المحيط إلى المحيط، نستضيف من كل البلدان العربية، وإن شاء الله الإخوة اللي عندهم إمكانية لا يخرجوا معنا يتحدثوا عن بلادهم، حتى لو عندهم معلومات محدودة وممكن يجمعوها من الصور ومن التلفزيونات ومن الجرائد ومن الإنترنت، مش مشكلة يطلع ويحكي عن بلده بالصور اللي جمعها، وإحنا نستقبله دائما. وأشكركم جميعا وكان لقاء رائع، تسلموا. طبعا أنا حابب أشكركم جميعا، أشكر أحمد بسيوني، حسام يوسف، وأمل هارون على هذا اللقاء، بشكر صديقي الأستاذ محمد على مساعدتي في تقديم هذا
اللقاء كان لقاء شيق وجميل. بذكركم أن الأحد القادم راح يكون معنا لقاء مع أخواننا من العراق والخليج العربي، حنتكلم عن عاداتهم وتقاليدهم. الأحد اللي بعده حيكون من المغرب العربي، فحنكون بالتالي كفر كل الوطن العربي تقريبا. إحنا بنحاول، ففي ناس معنا الحمد لله الآن استجابوا وعم بجهزوا للماتيريالز، فكونوا معنا غدا. حتكون معنا حلقة مميزة الساعة 10 مع الدكتورة ميسم حسن، حنتكلم عن الصحة في رمضان. She's a nutritionist بمدينة تورونتو ميسيساغا I think، ومن الناس اللي كتير لهم جل الاحترام في الجالية انها قدرت انها تعطينا ساعة من وقتها. بشكركم جميعا وحابب اترككم مع فيديو شفته حلو ان شاء الله يعجبكم. جت على بالي ابتسمت الشعراوي قبل المغرب وهو بيفسر القرآن، صوت المنشاوي قراية الطبلاوي والشيخ محمد رفعت وحلاوة الأذان والجامع اللي جنبي بيتنا وجوا مليان بناس كتيرة بره وجوا، والجامع اللي جنبي بيتنا وجوا مليان بناس كتيرة بره وجوا، ولمت العيلة وعيلت العيلة وسحرنا مع بعض كل ليلة، طعم البلح والتمر الهندي والكنافة خير وبركة يا رب تعود لينا. رمضان 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 هل هلال وزهر وبان، فكرني بحاجات وذكريات بيعدي عمري وليها في قلبي.